برشا باحتضان يوم العالمي لحقوق الطفل شهر الحماية. هذا يوم تحسيسي، معناتها هي يوم تحسيسي وتثقيفي ورياضي فرد وقت. كما تعرف نسب القيروان ديما احنا ان شاء الله نكونوا السباقين معناتها في تونس وفي مختلف النوادي معناتها لاحتضان الدورات هذية، وسيرتو معناتها باش نساندوا اخواتنا في غزة. فرحانين برشا اليوم، الحضور كان ممتاز وممتاز جدا. بدينا بتحية العلم التونسية وتحية العلم نتاع غزة. الحقيقة كانوا فما ديزيفينمون، معناتها كانوا فما ديزاكتيفيتي اكستراوردينير، كانوا فما معناتها دي تيم بيلدينغ معناتها للصغيرات باش سانسون بالاكتيفيتي هذه وكل شيء، وتكون كدوره تحسيسيه. كان زاد فما اخصائيه نفسيه حكيت برشا معناتها على اهم مخاطر ليتيليزاسيون نتاع التكنولوجيات يعني في التليفونات وعلى الكونترول بارونتال. الحقيقة كانت ايفينمون مزيانة برشا. اليوم التنشيطي الترفيهي التحسيسي اللي عملته الجمعية العالمية للسلام فرع القيروان، سعداء بحضور الناس الكل، بالمشاركين معانا نادي التنس الحياة فئام، مرحبا بالناس الكل، بالأولياء بالصغيرات، بالجو بلاي زاد فما مجموعة اللي هي نشطة الحفل، كانت معناتها نهير نص نهير محلاه، عملنا فيه الترفيه، عملنا التحسيس بالتربية الوالدية، بالعنف ضد الطفل وتأثيراته السلبية على المستوى الاجتماعي والنفسي، عملنا العنف الإلكتروني وشفنا بعض التطبيقات لحماية وليداتنا. وليداتنا راهو أمانة عنا، اللي يحب ولده يحميه ويبعده على العنف. اليوم في إطار الاحتفال بشهر الحماية عملنا يوم تنشيطي بالشراكة مع نادي التنس بالقيروان ومركز إعلامي موجه للطفل بالقيروان. الحضور ما شاء الله أولياء كبار صغار، هو يوم يجمع بين المتعة والإفادة للكبار وللصغيرات. عنا ورشات متاع تيم بيدينغ دي جو جدد جبناهم للقروان مع مجموعة جو بلاي مسوسة، كيف عنا ورشة حلقة تكوينية. حلقة تكوينية كانت تجمع ما بين التطبيقي وما بين معناتها براتيك وتيوريك. عنوان الورشة هو العنف الإلكتروني، مخاطر الإدمان الإلكتروني وكيفية الرقابة الأبوية بالأساس. معناها حابين نركزوا على الرقابة الأبوية بالأساس، نطرحوا المشاكل وننتظروا الحلول من زوز أخصائيين. عنا الأخصائية النفسية اللي تولهت بالكوتي تيوريك المدام نجيب الحاجي، وكيف مدير مركز العالمي موجه للطفل بالقيروان اللي هيت بالكوتي براتيك وعطاتنا برشا نصائح وبرشا ديز ابليكاسيون كيفاش نحميو صغيراتنا. ان شاء الله في المستقبل باش تكون عندنا شراكه كبيره برشا مع نادي التنس بالقروان. لهنا نوجهوا الشكر للمدير التنفيذي حمدي شريف، كيف على راسهم دكتور سي محمد ديواني اللي ديما مرحب بالافكار نتاعنا وديما مساندنا وديما مرحب بينا بحذاكم. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.